ازيكم؟ عاملين ايه؟ نورتوني وشرفتوني. انا مين؟ انا ياسمين. النهارده هنتكلم على منتجات انا اشتريتها حلوه جدا، بس مش هرجع اشتريها تاني مهما حصل. طبعا شعر، ميك اب، بشره، كل حاجه هنتكلم عليها النهارده، حتى الشاور جل. في حاجات بصراحه حلوه، بس في حاجات احلى وبنفس السعر برضو واجمل بكتير جربتها ومش هرجع اشتريها مهما حصل. اول حاجه نبتدي بيها طبعا هو الميك اب. انا اشتريته بفلوس كتير قوي لانه بصراحه اغلى حاجه الميك اب، وحاجات الشعر بتبقى غاليه جدا جدا جدا. اول حاجه الموز بتاع إيه. انا ده لونه، عشان كنت مصوره ومسحت مش عارفه ليه ايه اللي حصل، الكاميرا فصلت. فده لونه اوكي، لونه اغمق بقى من بشرتي. لما اهتميت ببشرتي وبشرتي اتحسنت وحسيت بقى لونه اغمق، وانا بشرتي جافه والموس عايز بشره دهنيه. بصوا انا اوريكم شكله من جوه، والله كتير قوي انا مش عارفه اعمل فيه ايه. فقلت استعمله تحت عيني، وما ينفعش تحطي حاجه تحت عينك هتبقى جافه اكتر واكتر، فما ينفعش ان تحت عينينا ده لازم ترطيب كويس قوي. ده بقى باودر على كريم اساسي الاثنين على بعض، فطبعا اقولكوش هيحصل خطوط كتير قوي قوي. فوقفت استعمله وبطلت استعمله، بس يعني هفكره كده هتعمله بطريقه تانية. المهم تاني حاجه بتاع الحواجب بتاع هزيل. اوكي بصوا، مليان مليان على اخره. انا حلو وجميل ويجنن ورائع، حلو قوي قوي قوي، بس انا بطلت استعمله لان انا عايزه شكلي يبقى طبيعي اكتر وشكلي يبقى حلو اكتر، ومش عايزه شكلي زي ما انتم بتشوفوني كده على الكاميرا تشوفوني في الحقيقه بالظبط. بحسش ان في اختلاف لما بوقف شعر حواجبي، وبعد كده بحس ان انا بخليه عادي كده، بحس ان وشي مختلف. هو حلو وجميل على فكره لما توقفي شعر حواجبك وحاجه تجنن، بس بحسها في المناسبات اكتر، في اختلاف شويه. بس انت عايزه شكلك بتاع كل يوم كفايه قوي تملي الفراغات بتاعت شعر حواجبك، وما ينفعش تستعملي جل كل يوم. الغالي على قلبي ده ساعه ما بشرتي كانت تعبانه كده ومرهقه جدا جدا، فانا عايزه حاجه تبقى زي الكريم الاساس كده، تبقى حلوه وفي نفس الوقت ما تبقاش تقيله على البشره، ولا تكون حتى بيبي كريم، يكون برايمر يدي لمعه حلوه للبشره. بصوا انا حطيته على ايدي، هو ده شايفين، هو الجميل ده. نحطه تاني عشان ايه اوريكم اللمعه بتاعته عامله ازاي. ده برايمر من ايسنس برضو، ده سعره 180 جنيه كنت جايباه من على نون. تمام، هو بقى بتقعدي بقى تعملي الحركه دي جدا تحفه. بصوا شايفين اللمعه دي، انا بحب اللمعه دي، وفي نفس الوقت مش حاطه حاجه على وشي، بس بيبقى طبقه خفيفه كده بتدي ضي حلوه قوي. فطبعا من ساعه ما عالجت وشي وبدات اعمل ديرما بان وديرما رول واستعمل روتين كامل صبح ظهر ليل الحاجات دي كلها، فانا بقيت وشي مش محتاج استعمل حاجه، مش محتاج استعمل اي حاجه خالص غير اخر روج، وزي ما بيقولوا املى حواجبي. نخش بقى على منتجات الشعر وما ادراكم من منتجات الشعر، حلوه جدا جدا جدا. ايه اللي هيكمل وايه اللي مش هيكمل معانا تعالوا اقول لكم. اول حاجه طبعا الماسكات بتاعت الشعر انا بعشقها، حلوه قوي زي ما انتم شايفين. كلاري انا بحبه جدا وجميل جدا، وطبعا بتاع سيرو بايب. اوكي ده حلوين حلوين الاثنين، بس اللي هشتريه بعد كده سيرو بايب، ده احلى بكتير من كلاري بكتير فوق ما انتم متخيلين. فلا ده بكره هشتريه وهنزل على الستوري وانا رايحه اشتريه، لان ده خطير. ده بتستعمليه انت مش محتاجه تعملي شعرك، مش محتاجه كوافير، مش محتاجه كوافير نهائي، حلو حلاوه. مريتي كبروا الكميه بتاعته شويه. كنت بجيب بتاع الحبه السوداء بتاع تري شوب يا رب اكون بقوله صح، بتاع الحبه السوداء، انتوا عارفين هو ده شكله. اوكي وكنت كمان بستعمل السيرم ده بالارجان اويل وكافيين وجوجوبا، وكمان مكتوب عليه يو في فيلر. انا مش عارفه يعني ايه يو في فيلر دي، بس كان حلو قوي لشعري ونفعني جدا، وبعمل منه حمام زيت، وكمان بتعملي سبراي، يعني كان في كل حاجه تقدري تستعمليه بكذا شكل من الاشكال، واحلى بكتير. ده نفس السعر ده، انا كنت جايبه ده ب 50 جنيه او ب 55 جنيه، وده ساعتها كان ب 45 جنيه. الاثنين يجننوا كل حاجه، بس ده ارشحه اكتر، وحلو قوي قوي قوي، وبينبت الشعر وبيتقل الشعر وبيطول الشعر. بتاع الشعر ده انا بحب قوي السيرم بتاع الشعر، لان شعري انا من نوع الجاف والهايش، فعايزه سيرم حلو قوي للشعر. طبعا انا كنت بجيب بتاع الحبه السوداء، شوفوا مخلصاها على الاخر. اوكي اسمه تري شوب، يا رب صح ولا غلط مش عارفه، بصححولي. اوكي انت حلو وجميل وكل حاجه، بس شعري بيقعد بالظبط ساعه وبيرجع هايش وناشف، وكل شويه لازم احط كتير قوي قوي. ده بقى سيرو بايب، ده مش بحطه في شعري، ده بحطه في قلبي من كتر حلاوته، حلو قوي. انا برطب شعري بيه مره واحده بعد الشاور، ممكن اقعد يومين ما اعملش حاجه على شعري ولا احط سيرم ولا اي حاجه، حتى انا اطلع لكم كده. فده خطير، ده حلو جدا 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 بجد، ده للناس اللي شعرها جاف وهايش ومحتاجه ترطيب، مش محتاجه تعملي مكوى ولا سشوار طول الوقت علشان شعرك يكون شكله حلو. لا ده حطيه شعرك هيكون حلو، طبعا تستعمليه مع الماسك اكتر من ده يجنن. ده حلو جدا جدا جدا، وعن تجربه جربيه مش هتندمي نهائي. دكتور ماركر الكريم بتاعه ده انا جبته من فتره طويله قوي قوي، وبصراحه ما عجبنيش. انا بصوا هو لسه جديد، ان انا جبته من فتره طويله جدا،
فانا لقيته ملمسه تقيل قوي، وطبعا انا جبته عن طريق النت، ما جبتش دايركت من هنا، وهو دلوقتي موجود في كل الصيدليات مصر عادي. فانا جبته وملمسه تقيل قوي على الشعر، بيوقع الشعر. نصيحه، بلاش تجيبوه خالص خالص خالص، وحش قوي 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 قوي. اللوشن بتاع الجسم، اللوشن بتاع الجسم كلنا بنحب طبعا، وانا منهم. كان عندي ادمان فظيع بتاع شان كريم ده، بودي ميلك ده حلو قوي، بتاع شان كريم ده خطير وجميل ويجنن، بس في الاحلى منه بنفس السعر، نفس السعر بالظبط. ده اسمه ايه؟ انشندر، مش عارفه انسى اسمه على طول، لازم اقرا اسمه. انشندر ده احسن لوشن للجسم، بيرطب جدا، بيخلي جسمك ريحته حلوه. بصوا، فيه كل حاجه بيعملها شان كريم، ونفس المكونات الموجوده في شان كريم موجوده هنا، وبيخلي الجسم بتاعك كده مسألة. لما ايدك بتمشي على حتة قطيفة كده، هو ده لما بتستعمليه جسمك بيبقى زي القطيفة كده. انا بحب الاحساس ده اوي، بحب كده اشم والمس ريحتي تبقى حلوة. فده اللي عمل كل المعجزات، ده انشندر. ده صناعة ماليزية مش مقاطعة ولا حاجة، في منه اصناف كتير وكل حاجة، بس اكتر حاجة جربتها هو الاحمر والاصفر على الشاور جل. بمناسبة اللي احنا اتكلمنا على كريمات الجسم، طبعا ده ايدي كير سعره 50 جنيه، ده ليفين ده سعره برضو 50 جنيه، ده بجوز الهند والياسمين. انتوا شايفين ده مخلص وده مخلصاه، بس انا هشتري ده. ده حلو وجميل ويجنن، بس بحس معايا انا بينشف البشره جدا، فاللي هرجع اشتريه تاني هو ده. ده خطير، ده جربوه، ده خطير. ريحه، ملمس، جسمك طري مش ناشف، بينظف جدا جدا جدا، انك حاطه برفان على جسمك. فده عجبني جدا وهرجع اشتريه تاني، وده معلش نعتذر له بقى، خلاص ده اخر مره معانا، مش هنشتريه تاني خالص. تاني حاجه ده بقى مزيل المانيكير. انا من الناس اللي بقى انا بحب المانيكير، او عندي ادمان للمانيكير فظيع، فهحطه واشيله ممكن بعد ساعه، بس انا احط وجبه الساعه دي وخلاص. ده انا اشتريته طبعا في بنوته في الصيدليه، قلت ده حلو، ده يجنن، مش عارفه ايه، ده وحش قوي، محدش اسمه مش عارفه انطق اسمه غير دلوقتي والله، انا بجد بدور على اسمه مش عارفه اسمه. ده وحش قوي، ده ما بيشيلش مانيكير. ايفا اللي عملته ده عبقري، ده من اول مره بيشيل بصراحه ايدي كلها ورجلي كلها، مش لازم كل شويه اعمل. بجد موفره جدا جدا، ده محدش يشتريه. شايفين شكله؟ هو ده محدش يشتريه ابدا. على السكين كير ومنتجات السكين كير، اول حاجه ده من ايفا 7 في 1، انا كنت جايباه علشان هو قوي جدا جدا، عشان انا بشرتي جافه، فكريم مرطب لايدي ورجلي والجو ده كله وللجسم عامه. طبعا ما ينفعش تحطيه على وشك عشان تقيل قوي، ممكن يطلع لك حبوب. كمان في عطور، الناس اللي بشرتهم حساسه في عطور جامده جدا، ما ينفعش للناس اصحاب البشره الحساسه عامه. بنتي ده بالهيرونيك اسيد، ده بيقولوا ينفع لجميع انواع البشرات وخاصه البشره الجافه. انا بشره جافه منفعش معايا، وبشرتي جافه جدا بعد ما بستعمله، ولا اكني حطيت حاجه، فبضطر حتى استعمل كريم بعديه بنسنول او كريم مرطب تقيل، علشان انا حرام ارميه لانه لسه مليان كتير قوي، وسريع ب 365 او 320 مش فاكره قوي كان لان انا اشتريت كميه كلها مع بعض. بس ده ما عملش معايا حاجه، ده ينفع لاصحاب البشره الدهنيه جامده جدا، هينفعك جدا وهتشكريني عليه، لاصحاب البشره الدهنيه الجامده جدا. ده حلوة قوي. بس تقول على الكريم ده حلو جدا بتاع ايفا كولاجين وجميل وكل حاجة، بصوا هو حلو ويجنن، بس مش هشتريه تاني. وتاني حاجة بقى البتاعة دي لما بتخلص، يعني بيبقى الحتة دي، اجي اعمل كده اهو، هو فيه ما بيطلعش، لازم افتح كده واطلع كده واعمل الحركة دي كده واحط تاني كده، تمام؟ هي الحركة دي مضايقاني، عشان كده ممكن ما اشتريهوش تاني. بس كمان مسترطيب وكل المكونات، وعايزة بشرتك تبقى مشدودة وشكلها حلو وكل حاجة، هو الحركة دي هو ينفع بنات كتير قوي. لو انت عايزة تبتدي كده في السكين كير، وعايزة بشرتك مشدودة وشكلها حلو ومنورة، وبجد طول ما انت بتستعمليه ما عندكش خطوط ولا تجاعيد، اول ما توقفيه الخطوط والتجاعيد اللي كانت موجودة عندك هتظهر وكل حاجة. بس على السيرم، شايفين سيرم فيتامين سي من ايفا، والسيرم بتاع سيرافي فيتامين سي، اني احلى اني اجمل، اللي هيكمل معانا طول حياتنا بعد كده هو ده. ده وحش قوي، ده وحش قوي، كمية الكحول اللي فيه صعبة جدا جدا جدا. انا شخصيا بشرتي حساسة ما قدرتش استحملها، ممكن مع ناس تانية يكون حلو جدا ونفع معاهم جدا، بس ده اللي حلو معايا جدا ونور بشرتي وحسن ملمس بشرتي. عرفتكم المنتجات الحلوة من الحلوة جدا جدا جدا، هنقول عليها كده، وكل واحد طبعا حر، ده رأيي الشخصي. وكم على خير الفيديو الجاي، ما تنسوش تعملوا لايك الفيديو، اشتركوا القناة، فعلوا الجرس عشان يوصلكم اي فيديو جديد. انا مين؟ انا ياسمين، واستناكم في الفيديو الجاي. ما تنسيش بقى تعملي الشير للفيديو ده عشان بنات كتير قوي تستفيد. باي باي.